Animals mentioned in the Quran and the verses, part 1. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ فَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا فبعث الله غرابا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة سلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع إن هذا أخي له 99 نعجة. Animals mentioned in the Quran and their verses, part 2. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ونزلنا عليكم المن والسلوى فالتقمه الحوت وهو مليم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يقولون 3 رابعهم كلبهم إن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كونوا قردة خاسئين وما من دابة في الأرض ولا طائر ثم اتخذتم العجل من بعده من الضأن 2 ومن المعز 2 يوم يكون الناس كالفراش المبثوث إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما لي لا أرى الهدهد